السلام عليكم ورحمة الله. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كديرين مع الصحة؟ أنا طليت عليكم عاوتاني. كانت في المغرب شجعتني، ويو بسرعة المغرب شجعتني فاطمة، ومن تما مبقيتش عايش تاوفنا. ودابا بقات عليا في التليفون لا هادية دي. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ انا شوية دخلت من الدار، غادي نجيب واحد الاخت، واحد الصديقة او اخت صديقة. هي مفاجأة كان خصني نقولها لكم قبل، ولكن قلت حتى مساليتش نصور، كنت مشغولة. اذا دابا انا غادي نجيبها وغتعرفوا عليها. ما عرفتش واش هي غادي يمكن صافي غادي نقول لكم باش ما نديها في الطريق ديالي، راني غادا بسرعه حيت هي قربت توصل. صيفطات ليا قالت لك انا ما ديتهاش في التليفون مشغوله، وقالت لي صيفطات ليا بقات لها شي غير 25 دقيقه، وانا عندي تقريبا 50 كيلومتر ديال المسافة. غنجيبها من لياج، نقولها لكم صافي. غتجي عندي اخت فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء روعة المذاق بدون جلوتين، هي اللي غادي نستضيفها عندي ان شاء الله. وفرحانة، هي فرحانة حتى هي جاية عندي وانا فرحانة. ايوا غادي نشاركوا معكم ان شاء الله بعض المفاجآت، نخرجوا. المهم كما درت مع فاطمة يمكن غيكون تاني هكاك مع ليلى. يلا دابا غنديها في الطريق وتنوصلوا غادي نوريكم، غنشارك معكم اشنو وجدت، كيفاش داز نهاري، وكيفاش غادي نستقبلها ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وصلنا، مرحبا بك ليلى. مرحبا بك عندنا. ما شاء الله الله يبارك فيك. سمحي لينا. لا بالعكس. ايوا هذا بارك الله فيك. نشربوا اتاي بعدا نستراحوا شي شويه، وهذيك الساعه عاد نتكلموا مع فاطمه و ياك عيتي بالطريق يمكن شويه. ايوا مزيان تسرحي شي شويه ان شاء الله. ها الخبيه زيانة. لا تتصحي صحتك. ماشي حق